وبدأوا في إنشاء السد. طبعا كل ما تهدف إليه الآن مصر والسودان هو التأكيد على الأثار الجانبية اللي احنا متأكدين ان له أثار جانبية وله أثار جانبية، انما احنا عايزين نؤكد ونقنع الجانب الأثيوبي لان هم بيقولوا ان السد ده ملوش أثار جانبية. فطبعا الحكم هنا هو النتائج بتاعت في الواقع الدرسة. في تناقضات بين الاتفاقيات، يعني في اتفاقيات بتحظر اجراء اي تعديلات وفي اتفاقيات موقعه بالفعل بتفتح الباب امام تعديل اي بنود ممكن تكون كانت قائمه في اتفاقيات سابقه. هتوقف مع سيادتك في هذه النقطه، لكن بعد هذا الاتصال تواصل مع مراسلنا في السودان خالد هاشم. خالد، بعد التحيه، ما ابرز ما خرج به اليوم في الجوله الثالثه من الاجتماعات لوزراء الموارد المائيه والري لدول حوض النيل الشرقي؟ خالد، خالد، يبدو أن هناك مشكلة، سوف نحاول معاودة الاتصال بمراسلنا في السودان للتعرف من خلاله على آخر ما وصلت إليه الاجتماعات. يعني عودة من جديد إلى فكرة بعض التناقض اللي ممكن يكون موجود في الاتفاقيات دكتور محمود. اتفاقية 89 بموجب محكمة العدل الدولية تقضي بأن الاتفاقيات المائية شأنها شأن اتفاقيات الحدود، لا يجوز تعديلها. اتفاقية الأمم المتحدة 97 ترى أن التوافق قاعدة أساسية لتعديل أي بنود، هي تقبل التعديل لكن بموجب التوافق. يعني هل يمكن لاجتماعات هذه المرة في نسختها الثالثة أن تحقق هذا التوافق المطلوب؟ كان هناك بعض المؤشرات لهذا التوافق في الجولة الثانية، وأيضا كان هناك نظر للاختلاف من خلال تمسك الجانب الإثيوبي بالتطمين فقط دون أن يكون هناك أدلة دامغة على أن هذا السد لن يضر بدول مثل مصر والسودان. كل الاتفاقيات التاريخية اللي موجودة اللي حضرتك ذكرتيها كلها بتشير على وجوب الرجوع او ما بيسمى بالاختيار المسبق. فلا بد لهذه الدول ان تقوم باختيار الدول المتشاطره انها ستقوم بانشاء سد او غيره، ويجب ان تتم الدراسات التي تطمئن الدول من ان هذه السدود ليس لها اثار. ده بالنسبه للاتفاقيات. اما تعديل في بنود الاتفاقيات، فاي اتفاقيه بيبقى فيها بند او اكثر بيشير الى في حاله طلب التعديل ممكن ان هو تعديل بتوافق الاراء. طبعا اهم ما يجب ان تتوصل اليه اجتماعات وجوله هذه المره المنعقده في الخرطوم، هل هي مساله غياب تحديد وتوحيد الآليات الذي لم يحدث في الاجتماعات السابقة، سواء كانت آليات تنفيذ توصيات اللجنة أو آليات يتم اللجوء إليها في حالة حدوث اختلاف بين الدول الثلاث؟ هو طبعا في اتفاق في الجولة الأولى والثانية على تشكيل لجنة، وإن هناك في قرارات لهذه اللجنة، ولكن آليات تنفيذ بقى ما يتم التوصل إليه هي دي النقطة اللي بيصير التفاوض عليها الآن. ومن له حق التعديل أو الاعتراض أو التعليق على هذه القرارات، دي نقطة مهمة. النقطة الثانية هي هل يمكن لمصر والسودان أن تأخذ بعض الضوابط اللي هي بتجعل إدارة السد فيما بعد والملء وخلافه بتوافق ما بين اثيوبيا وبين هذه الدول. دول النقطتين المهمين اللي هم بيصير عليهم التفاوض الان. هل في موقف مصري سوداني موحد ازاء بناء سد النهضه الاثيوبي، ام كما يبدو على السطح ان مصر هي الاكثر تضررا يعني والاكثر مبادره لابداء هذا التضرر والحصول على تطمينات حقيقيه اكثر من الجانب السوداني؟ اسمح لي اؤجل الاجابه. يعني المكالمه هذه المره في المتناول مع مراسلنا في السودان خالد هاشم. خالد، بعد التحيه، ما ابرز ما يمكن ان اتوقف عنده مما افرزته فعاليات اليوم في اجتماعات وزراء الموارد المائيه والري دول حوض النيل الشرقي؟ ما أود أقوله إلهام أن هذه الجلسة، جلسة المفاوضات التي بدأت اليوم، الجولة الثالثة من المباحثات بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا حول تكوين آلية تنفيذ توصيات خبراء دوليين حول
الاثار المحتمله لسد النهضه على مصر والسودان. هذه الجوله كان هناك انفتاح غير عادي من قبل الوزراء الثلاثه لاول مره تحدثوا للصحفيين عقب الجلسه الافتتاحيه. تحدث وزير الري السوداني مستضيف هذه المباحثات، وتحدث كذلك الدكتور محمد عبد المطلب الينا، وكذلك تحدث الينا وزير الري الاثيوبي. ثلاثتهم ابدوا تفاؤل كبير بان يتم التوصل الى حلول او حل الى حول القضيه العالقه، وهي مساله ان تشتمل تكوين الاليه على خبراء اجانب من غير الدول الثلاث. التفاؤل هو الأكسمة البارزه في هذا اليوم. وقد انتهت جوله المباحثات او الجلسه الاولى من هذه المباحثات في حوالي الساعه الخامسه من مساء اليوم بتوقيت الخرطوم، وستستانف غدا المباحثات، وسيصدر بيان ختامي حول نتائج هذه الجوله التي بلا شك ستكون جوله حاسمه. ولكن كما قلت ان هناك انفتاح وتفاؤل كبير بدا ملحوظ بالنسبه لنا قياسا الى الجولتين السابقتين. هل كان في اشاره الى مساله تمويل سد النهضه؟ طبعا الحكومه الاثيوبيه ووزير الري الاثيوبي في عقب نهايه الجوله الاولى التي عقدت في نوفمبر الماضي عقد مؤتمرا صحفيا هنا بمقر السفاره الاثيوبيه في الخرطوم. سئل تحديدا عن هذه المساله، مازالت من اين مولة اثيوبيا تشييد سد النهضه؟ قال ان التمويل تم، انا اذكر الاجابه تماما، قال ان التمويل تم من الحكومه الاثيوبيه ومن الشعب الاثيوبي، لان هذا مشروع قومي سيساعد على النهضه الاقتصاديه في اثيوبيا. الوزير الاثيوبي شدد على ان حاجتهم من بناء هذا السد هي ضروره التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المرتقبه التي من المرتقبه من ثمار هذا المشروع بالنسبه اليهم. يقول وشدد كثيرا، يعني انا لاحظت، انا اتابع هذه المفاوضات منذ نوفمبر الماضي، الوزير الاثيوبي دائما ما يشدد على حوجه اثيوبيا لنهضه اقتصاديه. يقول ان هناك كثير من المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه التي يعاني منها الاثيوبيون، وان هذا المشروع بالنسبه لهم مشروع حيوي لتحقيق هذه النهضه التنمويه والاقتصاديه. السودان في الجوله الماضيه للمفاوضات لعبت دورا فاعلا وايجابيا بشهاده المراقبين والمتابعين، وكانت بمثابه الوسيط في احداث يعني تقدم حقيقي وملموس بين الطرفين المصري والاثيوبي على الاقل، يعني من خلال الاجواء السائده في اجتماعات هذه المره، هل تلمس نفس هذا الدور؟ السودان لا يريد، السودان لا نريد ان نقول انه يريد ان يلعب دور الوسيط. السودان يريد من خلال ما حديثنا مع كثير من المسؤولين السودانيين المرتبطين بملف مياه النيل، انهم يريدون ان يحدثوا نوع من التعاون، ان يكون هناك تعاون بين دول حوض النيل، ليس السودان ومصر واثيوبيا فقط على حوض النيل الشرقي، وانما كذلك دول حوض النيل كلها العشر دول بما فيها دول حوض النيل الاخر الدول. هي مساله مهمه بالفعل، لكن نعم. الا ترى انت ويرى المتابعون والمشاركون في هذه الاجتماعات انها تاتي في مرحله لاحقه بعد التغلب بالفعل على بعض العقبات او بعض القضايا التي تبقى عالقه في المفاوضات الخاصه بدول حوض النيل الشرقي؟ طبعا هي المشكله الان في اول عقبه الكؤود امام هذه المفاوضات هو تكوين الآلية، وضع الخبراء الأجانب في هذا التكوين. أثيوبيا ترفض وجود خبراء أجانب حسب ما نقل إلينا من أحد أعضاء اللجنة، أن الجانب الأثيوبي يتخوف من أن مصر تستخدم نفوذها السياسي بحيث أن تطوع عمل الخبراء الأجانب في الآلية لصالح مصر فيما يخص سد النهضة. اثيوبيا تعتقد ان مصر بوضعها بوزنها بثقلها بثقلها السياسي في العالم تستطيع ان تحدد او ان تكون محددات الاليه وتوصيات الخبراء الاجانب الذين المفترض ان يكونوا محكمين في الخلافات التي قد تنشب بين الاطراف الثلاثه ان تنحاز الى مصر بسبب وزنها السياسي، اي ان لا يكون هناك حياد من جانب هؤلاء الخبراء الاجانب في تكوين الآلية. هذا هو مبعث الخوف او الخوف والقلق الاثيوبي كما فهمناه من احد اعضاء اللجنه. وكذلك بالنسبه للسودان، السودان ايضا لا يخفي كثير من القلق تجاه سد النهضه الاثيوبي، يقول ان هناك فوائد
من هذا السد، ولكن هناك ايضا اثار سلبيه محتمله من هذا السد، منها ان هذا السد سيحدث كثير من التغييرات في مناطق عالي النيل في السودان، في السودان مع الحدود الاثيوبيه، تغييرات على البيئه، كذلك سيؤثر على مخزون المياه الجوفيه في السودان. اشكرك جزيلا، شكرا جزيلا، وضحت النقطه. خالد هاشم مراسلنا في السودان. عودة إلى الدكتور محمود أبو زيد. دكتور محمود، يعني قبل أن نكمل ما كنت تتحدث عنه، ربما هناك يعني قضية، يعني لا أدري إذا كان تم حسمها أو لا، ما سوف تخرج به اللجنة والدراسات الخاصة بمشروع سد النهضة؟ هل هناك اتفاق على الأقل بين الأطراف الثلاثة على التزامهم بما سوف تخرج إليه هذه اللجنة، وأن تكون مطرفة ملزمة لهم دون مساس بالحقوق التاريخية الثابتة لدولتي المصب؟ ومفروض طبعا أن ما يصلوا إليه يكون في اتفاق عليه، إنما في قراءتنا للتخريج، لكن صعب حتى هذه المرحلة أن نقول أنه بنسبة 100% تم الاتفاق ونبني عليها بخطوات أخرى. مضبوط مضبوط. يعني هو الجانب الأثيوبي في أكثر من مرة ذكر أنه هو غير ملزم بقرارات اللجنة الثلاثية دي. إنما طبعا وجود دي النقطة اللي هم بيتم التباحث حولها الآن، أن يتم الاتفاق على وجود خبراء أجانب دوليين في اللجنة التي ستتولى القيام بالدراسات. دي ما زالت نقطة خلاف حتى الآن. وإذا وطبعا حضرتك سمعتي التخوف لدى الجانب الأثيوبي كما ذكروا الزميل من الخرطوم، أن هم متخوفين الجانب الأثيوبي أن مصر تاخذ القرار اللي هو مدعم بقرار الأجانب وتستغله دوليا، يعني لصالح رأي مصر أمام سد النهضة. هل ممكن يكون تولد لدى الجانب الإثيوبي بعد حث دول زي السعودية والبحرين والكويت إثيوبيا على أنها تكون متساهلة في هذا الملف مع مصر، وربط ذلك بالاستثمارات العربية والخليجية في إثيوبيا؟ هل ممكن يكون في قناعة تولدت لدى الجانب الإثيوبي بأن مصر هي البوابة التي من خلالها سوف يتم تمويل المشروعات الاستثمارية في إثيوبيا، أو يتم تعليقها لحين يتغير الموقف الإثيوبي تجاه مصر؟ احنا سمعنا ذلك، أن هناك في ضغط من بعض الدول العربية على إثيوبيا، ولكن ده شيء غير مؤكد. يعني لا أعتقد أن هناك ما يؤكد أن هناك في ضغوط فعلا على أثيوبيا، وده قد يؤثر على الاستثمارات العربية. إنما في حقيقة هنا أن احنا يجب أن تقتنع أثيوبيا بأن مصر والسودان ليسوا ضد إنشاء سدود للتنمية، ولكن كل ما نصبوا إليه أن ألا تؤثر هذه السدود علينا. طبعا إذا كانت هناك في ضغوط من الدول العربية فده طبعا شيء احنا بنرحب به، ما في شك. وقد تؤدي هذه الضغوط على تفكير الجانب الاثيوبي في ان ياخذ موقف اكثر مرونه. يعني هل قضيه سد النهضه كما يرى البعض تحركها المرارات اكثر ما تحركها المصالح والخير الذي ربما يعم على الجانب الإثيوبي من جراء المضي قدما في بناء سد النهضة بشكل أكثر تحديدا؟ هل ربما إثيوبيا ما زالت تحمل يعني استياء من النظرة لها في فترات سابقة، نظرة دونية أنها ليست شريكة على